التوسعات والتطوير بيشهد طفرة كبيرة جدا الفترة الأخيرة في مختلف القطاعات. قطاع الغاز الطبيعي بيشهد تطور ونجاح كبير واستثنائي في الفترة اللي فاتت، خصوصا مع الاكتشافات الجديدة اللي وضعت مصر على قائمة أكثر الدول في العالم إنتاجا للغاز. يعني مثلا خلال الشهور الأولى من السنة اللي فاتت ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 780%. تحرص الدولة المصرية وأجهزتها التنفيذية على الاهتمام بملف الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي، وقد شهد هذا القطاع تطوراً استثنائياً خلال الأعوام القليلة الماضية بالتزامن مع الاكتشافات الجديدة التي وضعت مصر على قائمة أكثر دول العالم في إنتاج الغاز. صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال وصلت العام الماضي إلى 6.5 مليون طن، وذلك مقارنة بنحو 1.5 مليون طن في عام 2020 الذي كانت مصر فيه واحدة من بين مجموعة صغيرة من مصدري الغاز الذين اضطروا إلى تقليص الإنتاج بسبب الأسعار المنخفضة في منتصف عام 2020. وخلال الشهور الأولى من العام الماضي ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 780% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وحققت مصر في الربع الثالث من العام الماضي أعلى معدل نمو عالمي وصدرت نحو 600 ألف طن، وبلغت أسعار الغاز مستويات قياسية على مدار عام 2021 حيث وصلت لأعلى من 40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع أقل مستوى على الإطلاق بلغ 1.85 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في مايو 2020. ويعود النمو المستمر في حجم الصادرات إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة في محافظة دمياط في شهر فبراير 2021 الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 ملايين طن سنوياً بعد أن كان متوقفاً عن التشغيل لنحو 8 سنوات، إلى جانب استمرار تشغيل مجمع إدكو الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن سنوياً. ومع انتهاء الربع الثالث لعام 2021 أعلن وزير البترول المصري طارق الملا استهداف عدة أسواق في آسيا منها الهند وباكستان والصين، بالإضافة إلى ما تم تصديره إلى إسبانيا وبلجيكا والكويت. وتتسع دائرة مشروعات تطوير حقول الغاز الطبيعي في مصر لتصل إلى 30 مشروعاً باستثمارات تزيد على 22 مليار دولار، بالإضافة إلى دفع الإنتاج القوي للغاز في مصر وارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية. وقد نفذ قطاع النفط 7 مشروعات جديدة بعد بدء تطبيق برنامج تطوير مصافي التكرير باستثمارات زادت على 5 مليارات دولار وبطاقة إنتاجية إجمالية للمنتجات النفطية وصلت إلى 6.2 مليون طن. يعني واحنا بنتكلم عن مشروعات الغاز الطبيعي او مشروعات بقى البترول ككل، يمكن كان في خبر من الاخبار المفرحه والمبهجه في منتصف شهر فبراير الماضي، بقى لان خلاص دخلنا مارس كل سنه يعني طيب عشان شهر المراه. ايوه، فده وفقا لشركه دراجون اويل للاكتشافات البتروليه، وهي شركه اماراتيه، قالت ان تم اكتشاف اكبر حقل في منطقه خليج السويس من 20 عام في هذه المنطقه تحديدا خليج السويس، ومتوقع ان تكون يعني اول الاستخراجات الخاصه به 100 مليون برميل. الجميل بقى في الموضوع ان دايما مصر ما بتستخدمش يعني هذه الاستخدامات النفطيه او الاكتشافات النفطيه استخدام مباشر، لا احنا بنعزز دايما من مواردنا الطبيعيه اللي يعني حب بيها مصر يعني ربنا سبحانه وتعالى، ودايما بتدخل في مشروعات اخرى زي مشروعات الطاقه الجديده والمتجدده. ده بمناسبه برضو التوجيهات اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الاول من الدكتور مصطفى مدبولي وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفكره الاتجاه نحو الهيدروجين الاخضر كوقود خالي تماما من الانبعاثات
الكربونيه. فهنا في منظومه متكامله، مش فكره المشروع او فكره الاكتشاف اللي بيطلع يلا نستخدمه بقى، يلا ندي بترول بسعر مخفض جدا ونلاقي نفسنا بعد كده نفذ المشروع. الحفاظ على حق الاجيال القادمه بالزبط. هو ده اللي بيحصل دلوقتي جنب صحيح. الاكتشافات، الحفاظ على حق الاجيال القادمه. مظبوط، خلاصه الكلام. ايوه.